السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد العامل من عوامل يعني الرفاهية في الدول العالم، وهو عامل الأمل في الحياة، l'espérance de vie. وهذا العامل يعني يقيم، يعني فيه بعض النقاط اللي يتقيم به العامل هذا، العالم هذا، هو يحسبوا لي ستاتيستيك نتاع الوفيات في كل دولة، و يعني مقارنة بالأعمار نتاع الوفيات، يعني في السنة الواحدة كم عدد الوفيات في البلد معين وما هي أعمارهم، يشوفوا معدل الوفيات في كل دولة مع معدل السنة، يعني العمر نتاع المتوفين، وهذا ما يسمى بالأمل في الحياة. وهذا الأمل في هذا التقييم لقاو بلي أن الجزائر ليسبيرونس دو في اون افريك، كم عندما درسوا ليسبيرونس دو في في افريقيا، أمل الحياة في افريقيا، لقاو بأن الجزائر تتصدر هذا التقييم هذا ب 76، يعني جاز، يعني ليسبيرونس دو في اون الجيري ا غاني ان بوان باسون دو 76 تيل كو انديك ليتود دو لو ام اس دون ريفيرونس على مونت ان 2019 جوسكا 77 هذا العام. يعني الامل في الحياه تطور منذ 2019 الى 2022 من 76 سنه للرجال إلى 77 سنة للرجال و79 سنة للنساء. والعامل العوامل تاع الوفيات في بعض الدول هي ناتجة على إذا كان فيها حروب، ولا على جال تنامي العنف، العنف في بعض الدول كما في كولومبيا، فهذا يؤثر على النسبة تاع الوفيات في العالم. كذلك يعني كون أنه الرجال أكثر تدخين، يدخنون أكثر من النساء، فهذا يؤثر على الأمل في الحياة لدى الرجال مقارنة بالنساء. وكل هذه الأمور معناه أنه الإنسان إذا عاش في الجزائر عنده حظوظ في العيش أكثر مما إذا كان عايش في دولة إفريقية أخرى. إذن وكان يعني الملفت للانتباه هو بعض الدول اللي تعتبر متقدمة، يعني غنية من الثروات، عندها مدخول غني كنيجيريا وكينيا اللي عندها مداخل كبيرة، فإنه ظهر أن نسبة يعني تاع الأمل في الحياة يعتبر ضعيف، لا يتعدى 73 سنة، يعني في هذه الدول كنيجيريا اللي دولة متقدمة، يعني دولة غنية. وهذا راجع إلى ضعف الاستثمارات نتاع الدولة هذه في المجال الصحة، و يعني الخدمات الصحية خاصة هي اللي تعطي أمل في الحياة أكثر، إذا كانت الأدوية موجودة يعني في المتناول العامة تاع الشعب، الأدوية وليسوا يعني المستشفيات، إذا كانت فيها استثمارات فالأمل في الحياة يزيد، يعني تنقص الوفيات ويزيد الأمل في الحياة. وكاين في ذيل الترتيب، يعني نجد دول كأفريقيا الوسطى، بعض الدول الأمل في الحياة لا يتعدى 50 سنة، وهذا يعني فيه فروق كثيرة في الدول الإفريقية. ويعني في دول أوروبا المعدل يعني ليسبيرونس دو في، الأمل في الحياة، يتعدى 80 سنة، وإحنا رانا في 79 سنة بالنسبة للمرأة في الجزائر، و77 سنة بالنسبة للرجل في الجزائر. وهذا الترتيب كما قلنا الجزائر تتزعم هذا الترتيب. إذن هذه مقارنة بالدول الأخرى
التي لا أريد ذكرها، فهذا الترتيب هذا التي أصدرته هي منظمة لواماس، المنظمة تاع الصحة العالمية. إذن هذا آخر ترتيب على ليسبيرونس دو في. مثلا نعطوك مثال، ليبيا الأمل في الحياة هو 73 سنة. كاين دول أخرى، سنغال هي 68 سنة، يعني معدلات ضعيفة في هذه الدول. مصر كذلك عندها معدل نتاع الأمل في الحياة ضعيف، ضعيف في مصر، لأن السياسة نتاع الحماية الاجتماعية والاستثمارات في الميدان الصحي يعني تعتبر غير كافية. إذا رأينا، إذا أخذنا بعين الاعتبار الكثافة السكانية، العدد السكان نتاع مصر اللي تجاوز 100 مليون نسمة. وكاين بعض الناس، نعاود نأكد واحد النقطة، كاين بعض الناس يقولوا الجزائر تحصل على هذه المراتب العليا في إفريقيا، في الريادة، في قضية التنمية البشرية، قضية الصحة، في قضية التعليم. هذه الأمور يقولوا بأن هذه الجزائر تحصل على هذه المراتب بسبب أنها دولة غنية وعندها البترول وعندها الغاز. هذا خطأ، وسوف أعود إلى هذه النقطة نتاع الدول، غنى الدول في إفريقيا، ويقارنوا الجزائر بالسعودية ودول الخليج. هذا مقارنة مغالطة، يريدون التغليط بها شعوبهم وترقيد شعوبهم، لأن المدخول تاع السعودية في البترول هو 8 مرات المدخول تاع الجزائر. الجزائر عندها 1 مليون برميل يوميا، والسعودية عندها 8.5 مليون برميل يوميا. إذن المداخل هي 8 مرات المداخل تاع الجزائر. وحتى يعني من ناحية عدد السكان، الجزائر فيها 45 مليون نسمة، السعودية فيها 30 مليون نسمة. إذن لا مقارنة من ناحية الغنى. المدخول نتاع يعني المدخول العام نتاع السعودية، الناتج الإجمالي نتاع السعودية يقارب تريليون مليار دولار، تريليون 1000 مليار دولار، مقارنة بالدخل نتاع الجزائر اللي ما يتفوتش 60 50 أو 60 مليار. 60 أمام 1000، هذا مقارنة غير منطقية. وحتى الدول الخليج الأخرى، فالمقارنة من ناحية الغنى فهي غير منطقية، لأنه إذا كان فيه مدخول نفس المدخول بين الجزائر مثلا والإمارات ولا الكويت ولا أي دولة من الخليج، فعدد السكان هو أكثر من تقريب 15 مرة يساوي عدد السكان تاع هذيك الدول تاع الخليج. يعني احنا عندنا 45 مليون، ودول الخليج الأكثر يعني فيها عدد سكان لا تتعدى 2 أو 3 ملايين نسمة. إذن المقارنة غير في محلها ومغالطة تماما. نحن لسنا بالدولة غنية كما يراد يعني نشره وجعله في أذهان بعض الناس الجاهلة التي لا تبحث وتريد يعني غير تسمع ماذا الأبواق ماذا يقول لهم. فإذا الجزائر ليست بالدولة البترولية ولا الدولة الغازية ولا الدولة الغنية مقارنة، يعني لا بس المدى عندنا لا بس بها، لكن لا نقارن الجزائر بدولة الخليج. هذه مقارنة غير منطقية. ودول الخليج 10 مرات أغنى من الجزائر، وسوف نعود إلى هذا الموضوع في فيديو مفصل وبالأرقام والجداول تاع الأرقام نتاع المداخل نتاع هذه الدول، وسوف نفحص كل هذه الافتراءات على الجزائر. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.